اليوم ان شاء الله نتكلم على جهة الحولة الله يرحمها، الجهة هذيك اللي تدخلها من جهة واضح والبن عيشة الله يرحمه، ونروح معها نفوتوا على الصباح هي طريق ضيقة في الحقيقة فيها كاع متر وثلاثين متر وعشرين، ونروحوا للفسيان وندخلوا الحولة ونروحوا حتى للحوانيت. الحوانيت هي وين كان الغزالي المغروف الهمبر هذوك الحوانيت الملك، ونجم تكمل حتى عمي بن يحيى وتهود الى حبيت حتى للمصمودي. هذا هو الاتينيرال اللي غادي نروحوا معاه ان شاء الله. وراكم تشوفوا الشرط الحمراء هذه تدخل على واضح والمنعشه والجرايحه. كانوا السكان في الكاري الاحمر هذا اللي هما عزيز علينا هادو حلو في شحال واقي في الحقيقه، ولكن نذكروا سمعوتهم للتاريخ اللي هو الحاج محي الدين بن ناصر وصديقنا محي الدين. نذكروا كذلك الحاج الطيب الله يرحمه ويوسع عليه اللي كنا نعيطوا له ابو بكره، وما ننساش كذلك الجميرات لولده محمد جرنيس في الخارج، وعنده ولده الهواري. ما ننساش كذلك صديقنا العيد والزوجه تاعو اليوم في الفاك تاع السينيا يقروا وهي مديره. هذو هما ثلاثه القدم اللي كانوا يسكنوا في هذا الكاري الاحمر. انا في الكاري هذا كان يسكن رجل طيب، اغلبيه حضره العين يعرفوه. كان يبكر الصباح يروح يجيب الحليب بكري في الفي يجيبها للدار يخدمه، يخرج الحليب على جهه ويخلي البن ويخدم البن على جهه، ويخرج من بعد للديار دار لدار يجيب لك الحليب حتى للدار وبسومه معقوله وحليب 100% بكري الله يرحمه ويوسع عليه. عنده اربع اولاد، عنده بن عوله وعبد القادر ومحمد الله يطول في عمرهم، والرابع اللي مات له الله يرحمه ويوسع عليه وعنده زوج شيرات. هذا فتح كل الناس كانت تحبه، عندك تشرب الحليب ما عندكش تشرب الله يرحمه ويوسع عليه واولاده الله يطول في عمرهم. ما ينساهاش القبر تبقى في عقله ديما. هنايا كان يسكن السبعة أحمد اللي عنده زوج ولاد، عنده ولده الكبير اللي هو علي كنا عيطوا له عمي علي الحشيش، من بعد علي هو اللي سكن تحت في حوش عمه بن علي، وعنده ولده آخر يسموه عبد القادر. عمي أحمد الله يحمه كان يخدم في الأميري كل حياته بسكلات الله يحمه ويوسع عليه. هنا في هذا السيرك لوجون كانت تسكن امراه يسموها قرناوش، وقرناوش هذه مسكينه عايشه وحدها كاع حياتها حتى اللي ماتت وحدها الله يرحمها ويوسع عليها والله يجعلها من اهل الجنه ان شاء الله يا رب العالمين. هذا الحوش هنايا كان يسكن فيها الفسيان، الفسيان اللي عندها امه كنا نقولوا لها يعيطوا لها ام الخلاخري، عندها اخت وحده ولكن صافي لونتون ديسكاري دو لا سيكولاسيون ما على باليش كيف غالب، الا هو حي لا يطول في عمره ولا مات ولدي الله يرحمه. وانا حوم في راس العين، وانا حوم في راس العين رحبت مبقى. هذا السكنه هنايا كان عندهم سكنه صغيره داخله بين 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 زوج حوايج نتاع ملحه مرت دحو. إلهي ميت الله يرحمها ولا حي يطول في عمرها. هدمت وطاحت وقال دمعة في العين. هاد السكنة هاد السكنة هنايا تاع عبد القادر الشاوش، عبد القادر الشاوش اللي عنده ثلاث شاشرة، عنده الجلالي وعنده العيد وعنده الطيب اللي مات الله يرحمه. ذكريات كي كانت راس العين وكي
هذا حوش محب العربي. محب العربي انسان عاقل اللي عنده ولده بن علي وولده احمد. الحوش تاعه بعد ما تلاصق مع حوش الحوله وحوش الشاوش اللي في الوسط. هذو الحقيقه هما انسان كاع ناس قلاليل حد محد رواحهم عاقلين عايشين كل كده الوحده. الله يطيب بيناتهم. راس العين خلات والصور تهدم والغرس دبال ما بقى في الارض خضار. شفت راس العين وبقيت نخمم. هاد الحوش هنايا الاحمر نديرو عنده وقفه لان هاد الحوش من اوائل السكان هنا في راس العين. بون ما كانش عندهم في الميطاج كان غير تحت. وكذلك يقولوا ولاد راس العين من الحواش الاولى يديروا الضاله لحوشهم. المهم هذه هي سمس خالتي الحوله الله يرحمها. الحوله اللي راجلها الاول اللي كان دايرها هو محمد الحول. محمد الحول هذا هو من اوائل اللي كان يبيع الكتان في المدينه الجديده. حتى الشيخ الرميتي جبز لي هونية تاع شر قطع وبالحول يرقع. ايوا اما نولوا للحوله. الحوله هذه عندها بنت مع بالحول اللي كان ديها محمد اللامو الله يرحمها. من بعد جابت ولد اختها رباته مع بنت اختها رباتهم عندها هو جمال. وجمال هذا كان ولها اكثر من ولها تشيها في العين وما تشيهاش جمال. كانت مقلشاته وما تقلاش يسكت مقرياته ملبساته معلماته ما شاء الله. الله يرحمها ويوسع عليها. وجمال الله يا ربي يطول في عمرها. والحولة الله يرحمها كذلك من الأولين في السبعينات اللي دخلت التلفزيون ودارت لهم الدخلة بأربعة دور. الله يرحمها ويوسع عليها. كنت بكري مشهورة كما يلزم بنيان محصن باني نهب التعبار بيوتك الغاوية. الحوش الأبيض هذا اللي حدا حوش الحولة هو حوش الخضراوي الله يرحمه اللي عنده خمس اولاد اللي هما بن عمر عنده بالعيد عنده بن علي نصر الدين وعنده الهواري. عم الخضراوي الله يرحمه اللي كان حياته كامله يخدم في لاكومين الله يرحمه ويوسع عليه. وعنده اولاد طيبين في الحقيقه. زيد هنايا حد الخضراوي كاين حوش عمي احمد اللي عنده ولده محمد الفوتوغراف وعنده سعيد احمد القهواجي وعنده ثلاث شيرات. الله يشد له فيهم ويطول في عمرهم. بيوتك ضاوية وغاشيك من عم شحال فوتنا فراح وعراس وتكسار. من بعد نزيلوا حوش زواف عمي رابح الزواوي اللي عنده ولده محمد وولده شعبان. القصبة والشيوخ غاصي متلايم والبرحة متناقرين غير القدار وغدوة إلى سقساني واللي كاين حوش بالغالم. بالغالم نتاف اللي عندها ولدها محمد ومعمر وبغالم. هادو هما الحواش منا. وكاين حوش واحد اخر باتولا اللي عندها ولدها بو عبد الله. هادو هما الحواش تاع الجهه هذه حتى لعند باتولا بو عبد الله. واش غادي نقول له؟ نقول له يا وليدي كانت حومه هنا يسموها راس العين وراحت وما بقاتش بقات غير دمعه في العين.